أحيانا أكون بمثابة إله، فإذا ما قلت أن أحدهم سيموت فإن هذا سيحدث في اليوم نفسه، من مقولات ملك الكوكايين بابلو إسكوبار. ولد بابلو في ديسمبر 1949 بكولومبيا وعاش حياة شبيهة بالأفلام، فقد باع أطنانا من المخدرات وأطلق عليه اسم إمبراطور الكوكايين. قتل الآلاف وجمع ثروة طائلة أو جبالا من الأموال كما سموها. ولد يجب أن نتعرف على حياة هذا الرجل الأسطورة. نشأ بابلو في أسرة شديدة الفقر، كان والده مزارعا ووالدته معلمة ولديه 6 إخوة، وأقسم أنه إذا لم يستطع جمع 5 ملايين بيزو في 5 سنوات فسوف ينتحر. بدأ بابلو حياته الإجرامية عندما كان مراهقا بمدينة ميدلين، فكان يقوم بسرقة شواهد القبور وبيعها بعد صقلها. بمرور الوقت تطورت قدرات بابلو الإجرامية، كان يقوم بالنصب والاحتيال وبيع بطاقات اليانصيب المزورة وسرقة السيارات والسرقة بالإكراه. عندما بدأ التجارة بالمخدرات كان يسافر بالطائرة بنفسه لتهريب المخدرات من كولومبيا مرورا بالمهربين في الولايات المتحدة، ويذكر أنه قام بتعليق الطائرة التي كان يسافر عليها آنذاك على باب مزرعته تخليدا لذكراها. ومع زيادة معدلات تهريب الكوكايين داخل أمريكا، قام بابلو بتهريبها داخل عجلات الطائرات، حيث كان يدفع للطيارين 500,000 دولار للرحلة الواحدة. كان بابلو مسؤولا عن تهريب 80% من نسبة الكوكايين المهربة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. قام بشراء أسطول طائرات بوينغ 727، ثم فك كل كراسي الركاب واستبدلها بحافظات الكوكايين، وقام بتحميلها بحوالي 10 طن من الكوكايين إلى أمريكا يوميا. يربح حوالي 60 مليون دولار يوميا من تجارة المخدرات. مع تنامي ثروة بابلو كان يقوم ببناء مخازن لحفظ الأموال فقط، حيث لجأ إلى البراميل البلاستيكية فكان يملأها بالدولارات ثم يقوم بدفنها حول منازله أو في الغابات. وكان يفقد 10% من ثروته سنويا بسبب الفئران التي كانت تأكل نقوده. وقد تم سجن بابلو بعد محاولته الفاشلة لرشوة قاضي ميدلين، وبعد عدة أشهر قام بابلو بقتل المحققان المكلفان بالقضية وسرقة وإخفاء أوراق القضية. وهكذا أصبحت طريقته في التعامل مع السلطات الحكومية: الفضة أو القتل، اقبل المال أو واجه الرصاص. كان بابلو مسؤولا عن قتل حوالي 3,000 شخص. دخل بابلو عالم السياسة وأصبح عضوا بمجلس النواب، وكان حلمه أن يصبح رئيسا لكولومبيا، لكن منافسه لويس جيلان أبلغ عنه كونه تاجر مخدرات، فتمت تنحيته من عالم السياسة. شعر بابلو بالإدلال فأمر بقتل كل من لويس جيلان ورودريغو رابولا. كان بابلو يخصص جزءا من أمواله لمساعدة الفقراء، حيث قام ببناء عدد من المدارس والكنائس والمستشفيات والعديد من الأعمال الخيرية، حيث أطلق عليه الفقراء روبن هود كولومبيا. بنى بابلو قصرا أسطوريا على مساحة 7,400 فدان. كان يعمل بالقصر حوالي 700 خادم وخادمة. كان بابلو مطلوبا حيا لدى الولايات المتحدة بتهمة تهريب وتجارة المخدرات داخل البلاد، وكانت الحكومة الكولومبية تأمل بتسليمه لها. ومع تزايد خوف بابلو من تسليمه للولايات المتحدة، قام باتفاق مع الحكومة الكولومبية على إيقاف قانون فضة أو قتل
على شرط أن يقوم بابلو ببناء سجنه بنفسه وبعدم تسليمه لأمريكا ويعيش فيه لمدة 5 سنوات. ومن شدة جمال السجن لقبه الناس بالكاتدرائية أو نادي ميدلين أو فندق إسكوبار. يحكى أن بابلو قام بإحراق 2 مليون دولار لإبقاء ابنته التي كانت تعاني من انخفاض درجة حرارة جسمها وتحضير الطعام لها. في أواخر 1992 أصبح بابلو مطلوبا لجهات عديدة ليست فقط الحكومة الكولومبية. شكلت الولايات المتحدة وحدة خاصة للبحث واغتيال بابلو ومجموعة أخرى تم تمويلهم من طرف جماعة كالي كارتل التي كانت تنافس بابلو في سوق المخدرات. في عام 1993 أعلنت الشرطة الكولومبية عن تمكنها من قتل ملك الكوكايين بالتعاون مع القوات الأمريكية المسلحة، لكن الكثيرين تكهنوا أن بابلو أطلق النار على نفسه لأنه كان دائما يقول أنه سيطلق النار على رأسه إن وصلت إليه الشرطة. أكثر من 25,000 شخص احتشدوا لتشييع إسكوبار إلى قبره، فالكثير من الناس وجدوا فيه بطلا ساعد الفقراء من أبناء شعبه.